دخلت المطبخ، شفت أمي عسى تطبخ، فقلت لها عادي أساعدت، فبديت أكسر البيض، بديت أمزج المقادير. فمن لعب هالشيء تحول لشيء غريب، حسيت في تقريبا كونكشن بيني وبين الطبخ. اسمي بدر نجيب، عمري 18 سنة، أنا شاب إماراتي حالياً أدرس بسنتي الأولى في الجامعة في تجارة الأعمال. عندي هواية ووايد ناس يستغربون منها، وهي هواية الطبخ. بدايتي كانت شوي غريبة من نوعها، كنت أحب أسوي أشكال صغيرة من الطين، فقلت ليش ما أسوي نفس الشيء يقدرون الناس يأكلون هاي الحلويات. عقب قلت ليش أنا بروحي ما أقدر أبتدي بوصفاتي الخاصة. فمن هناك دشيت أكثر في الطبخ، بديت أحاول أني أخترع وصفات من عندي. يوم دشيت المجال وقلت للناس أني أحب الطبخ، وايد ناس يعني ضحكوا علي وقالوا لي أن هالشي غلط. في شخص قال لي لا تخاف من هالشيء، الناس الحين بيشوفونها بطريقة غريبة، لكن في المستقبل كل ما تراويهم تثبت لهم قدراتك بيحبون هالشيء وبيشجعونك إلى الأمام. هدفي في المستقبل أني أطور اليوتيوب، عندي اليوتيوب شانل اللي توني بادي فيه. يوم تدخلون في مجال جديد لا تخافون أنكم تخلطون الأشياء ويا بعض، خاطروا في حياتكم مخاطرات حلوة، وهالشي يمكن وايد يفتح لكم أبواب جدا جميلة.